في اتجاه حسين بن عيادة إلى زين الدين بوتمان. بوتمان يلعب مع بن عيادة، التوزيع من بن عيادة ودفاع المستقبل هذه بسليمان والمتابعة من بن ونس، التسديد ثم جاكن بي يغير اتجاه الكرة لبن عيادة. ما زال النجم الذي الساحل يضغط في هذه اللحظات على دفاع المستقبل هذه بسليمان، التوزيع وسهلة عند الدفاع، لكن النجم الذي الساحلي ترجع من دفاع المستقبل هذه بسليمان ثم المؤسسي تبع هذه العملية لصالح النجم الذي الساحلي، وضربة جزاء، ضربة جزاء لفايتة النجم الذي الساحلي يتحصل عليها محمد الحاج محمود. أمام في خصوص هاي الإعادة، هاي الإعادة يدخل محمد الحاج محمود وبين لاعبين أمامنا الصورة، كانت كرة من إيهاب المساكني في عمق دفاع مستقبل سليمان، المستقبل الرياضي بسليمان بين أنمي، يتقدم المساكني، يتقدم ويضيع، ويضيع المساكني، تمشي الكرة ضربة 6 أمتار، الحارس اختار زاوية والمساكني لأنها جانب حصل عليها محمد الحاج محمود. هاي الإعادة إيهاب المساكني طبعا سدد في الزاوية المعاكسة للحارس حمزة الغانمي وكورته كانت خارج الميدان. اللاعب هذا قاعد ياكد اللي هو قادر معناتها بشيء. هذه كره سامحني صالح، هذه كره لصالح المستقبل هذه بسليمان بن عياده، ويخرج حمزه الغانمي المتابعه بن وناس يرفعها طويله بن وناس لكن خارج الميدان، حبي باغت ولكنها كانت بعيده على حمزه الغانمي باش يحط الكره في مكانها، وحمزه لطيفي هاي الاعاده للعمليه الاخيره، حب يستغل خروج الحارس تقدمه، ولكن رشاد العرفاوي محاولة المرور ويربح ضربة مخالفة، ضربة رشاد العرفاوي وضربة المخالفة، حمزة لطيفي فوق المرمى، فوق المرمى تمشي ضربة 6 أمتار لصالح النجم الذي الساحلي، ترجع الكرة من قائد النجم الذي الساحلي في اتجاه محمد حاج محمود، ما ياخوهاش رشاد العرفاوي، عرفاوي في اتجاه مارك أوجانك، تتقص الكرة، فرج يوزع فرج القرماني وفرصة للنجم تضيع. مازالت المتابعة بوتمان حاج محمود بن عيادة توزيع بن عيادة، أوه تدخل الحارس والكرة تضيع مرة أخرى على خط هجوم النجم الرياضي الساحلي، مرة أخرى كرة ضايعة على خط هجوم النجم الرياضي الساحلي، رغم اللي هاي الإعادة صالح، هاي الإعادة حتى خروج الغانمي يعني ما كانش موفق، ومرة أخرى يفشل خط هجوم النجم الرياضي الساحلي في اتجاه مرتضى التوزيع والفرصة تضيع على بوتمان، مازال الضغط من جانب النجم بن عيادة، التسديد والدفاع والساحلي، تمشي الكرة ضربة ركنية، هاي الإعادة كرة طبعا دفاع المستقبل هذه بسليمان مختار، كرة لصالح النجم الرياضي الساحلي والهدف الأول، رضوان زردوم في 45 دقيقة يعطي انطلاقة جديدة للمباراة النجم الرياضي الساحلي. بطبيعة الحال معناتها كي نشوفوا الحقيقة على كاميرا الساحلي يلعب على الجهة اليمنى وين موجود حسين بن عيادة، والتسربات نتاع حسين بن عيادة لهنا يلزم أيمن الصفاقسي، سريع أيمن الصفاقسي يدخل منطقة الجزاء وزردوم يتعثر، زين هجوم منسق، انطلقت الكرة من إيهاب لمس في وضعية مناسبة، وأيمن الصفاقسي حط الكرة في ضربة المخالفة لصالح المستقبل، والفرصة اللي أهدرها رضوان زردوم الصفاقسي، أيمن الصفاقسي في اتجاه بن عيادة قرماني جانبية،
قرماني كرته جانبيه ممتازه العمليه، ولكن نجم رضي الساحلي يشوف الاعاده من زاويه اخرى، من زاويه اخرى التمهيد من ايمن الصفاقسي الحسين بن عياده وكره فرج مستقبل سليمان وحمزه الغانمي. حمزه الغانمي يستعين بماء ثاني في الاعاده، هاي الاعاده في زاويه صعبه، كان القرماني يوزع القرماني والبن عياده وتضيع الفرصه وتضيع الفبرات. بطبيعه الحال معناتها بالنسبه للنجم الساحلي نتيجه هدف لصفر ماهيش مطمنه، سيرتو يلعب ضد فريق منظم كما مستقبل سليمان وعنده باش يسجلوا اهداف وقادرين باش يكونوا ممتازين في خط الهجوم. دونك ايمن الصفاقسي، ايمن الصفاقسي التوزيع مره اخرى الغانمي يتالق، مره اخرى الغانمي يتالق امام تسديده زردوم. الاعاده، هاي الاعاده، يطلع زردوم خذاها بصعوبه كما كذلك حمزه الغانمي خذاها بصعوبه. الكره المباغته، الكره نظر المعاصده ممتازه في اتجاه مارك اوجونكو جانبيه، فرصه تعديل القيمه الفنيه نتاع اللاعب رشيد العرفاوي. فعلا معناتها الباس كسر بها ليني كامل، ينفذ ضربه المخالفه وتمشي مباشره ضربه 6 امتار لصالح النجم الرياضي الساحلي، ضربه 6 امتار لفايت النجم الرياضي الساحلي. جاء والبما بن عياد، اسامه بن عياد يرفع كوره وخطيره على دفاع النجم وفوق المرمى، فوق المرمى من باسكال دروغبار. النجم الرياضي الساحلي المناطق الدفاعيه ياخو طبعا صفه صنع الالعاب ويرفع كوره على مستوى نقطه ضربه الجزاء وباسكال ينفذ حسين بن عياد والهدف الثاني. الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي عن طريق طيب مزياني في التسعين زايد، وطيب مزياني كان طليقا صالح كما كنا نشوفه. المتابعه كانت من صدام بن عزيزه.